تبارك الله. السلام عليكم. كما كتشاهدوا معنا الاخوان مباشره عند البطل الكبير الاخ قادور، كما كتشاهدوا معنا الولاعه، اللهم بارك وزد في ذلك. تبارك الله. بعد ما فاكسنا الاخوان دابا راه طلقنا الحميمات باش ياكلوا الماكله ديالهم اليوميه. تبارك الله، اللهم بارك وزد في ذلك. كما الاخوان كما كتشاهدوا معنا طلق الجانب باش يخرج الحمام باش ياكل. وبالنسبه للاخوان ديال الاخ قادور كتواجد في الديار الفرنسيه، وهذا الموسم، هذا الموسم المنصرم، راه جات تولع هنا في المغرب، يقولوا ولاعه ديال المغرب كي دايره. تبارك الله، وراه هو حاضر تبارك الله بما فيه الكفايه، وبطل مسابقه طنطن والشبيكه عن جمعيه ملتقى الابطال، يحقق واحد الانجاز كبير، الرتبه الاولى داخل جمعيه ملتقى الابطال، وايضا المراتب الجيده من الاوائل داخل العصبه الدار البيضاء الثقافيه. اللهم بارك وزد في ذلك. وانتم كما كتشاهدوا معايا الاخوان الولاعه ديال الاخ قادور، هذا الشنابره، هذا الشنابره، هذا تقريبا شي 3 شجاني ولا 4 شجاني ياك الاخ قادور، ماشي 3 شجاني. تبارك الله، اللهم بارك وزيد فيك. وباقي الحمام ديال اللعبه بالنسبه للاخ قادور، خدام بوحدك انت ياك، ما كاينش اللي يعاونك هذا الموسم. كنتي كاع غادي الاخ قادور كنتي كاع غادي تحيد الحمام هذا العام؟ هذا الحمام جا واحد طونديم قال لك غندير معاك طونديم. ايوا خدم شويه وزاد بحالو، ماشي لا صافي ساعه صافي وطلعنا خدامين بوحدنا. دابا تزيرتي ما عندك كيدير الاخ قادور، فرختي الحمام بغيت نمشي، ما جبت نبقى دروك غادي نشوفو صافي، ولكن صراحه العام الجاي صافي اخر ما غاديش نزيد نكمل، حيت دروك فرخت غنكمل اللعب، اللي غنلعب العام الجاي ان شاء الله صافي. ولا لقيت شي عاوتاني شي طونديم العام الجاي تقدر تلقى؟ لقينا شي طونديم معقول مزيان، وهادي واخا ما لقيتش صافي الحبس الحمام، وانا كنقول واخا ما لقيتش نقلب على الطونديم، انا كنقول واقيلا نحبس الحمام والله هادشي اللي كاين. زعما تمايا فرنسا المرا ديالي تقابل لي انا نقابل، لا يا خويا ما كاينش، وما تقدرش تلعب الا ما كانش الحمام مقاد من الاول حتى الاخر. جيت قال الحمام ماشي هو هذاك، خصك عاوتاني دير وادي وتمشي كتخربقوا في الاخر، زاد طريطي عاوتاني تقاد في الحمام وادي ويلا يلا دير. راه ماشي ولا عادي. والوليدات ليها الاخ قادور ياك، الوليدات كاينين في فرنسا ياك؟ في فرنسا اخويا مجوجي، كل واحد شاد بلاصتو. ايوا حنا شدينا التقاعد جينا للمغرب. وكما كتشاهدوا معايا اخويا الاخ قادور كيدي بلاصه من فرنسا لهنايا باش يقابل الحميمات، مخلي ولادو، مخلي المراه ديالو، مخلي الاشغال ديالو في فرنسا. ديال ولا عارفين. هذا هو المشكل الاخ قادور. خلى المهنه ديالو في فرنسا، تما المهنه ديالو هي العائله، وداك الشيء حتى هي راه كتسمى مهنه. واخا هو التقاعد راه كاين بعض الحوايج اللي كيقضيهم في فرنسا، بعض الاشغال والوليدات وداك الشيء، راه كيخليهم مسكين وكيجي هنا المغرب باش يتولع مع خوتنا المغاربه هنا في الولاعه. ساعة الولاعة في المغرب راه باقا هي باقا ما تقدماتش، كاين بعض الصعوبات اللي كتعيشها البلاد ديالنا، لا من حيث الجامعة، من الجامعة ما كايناش في المغرب، راه الولاعة كتكون ناقصة الأخ قادور. بالنسبة إلى درت الجامعة الأخ قادور غتكون الولاعة هنا في المغرب مزيان. ومن هذا المنبر كنقول هنا في المغرب كاين شي مواليع واعرين 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 بزاف، إذا مشاو لأوروب يضربوا تبارك الله، والله حتى يضربوا، كاين شي مواليع واعرين حسان من دوك البلاش كاع الهولنديين اللي كيلعبوا ليها ولا فرنساويين ولا حيد عليا حسان منهم بزاف، والله الا كاين شي مواليع واعرين كيلعبوا هنايا. ايوا واش نقول لك، وكيفضلوا يبقاو في المغرب الاخ قادور؟ المغرب يلعبوا في المغرب، ولكن اخويا ما كاينش مصداقيه في المغرب كما كاين مصداقيه. ملي لقاش الجامعه ما كايناش الاخ قادور. كاينش، هي خساره كون كانت مصداقيه وجمعيه فيديراسيون، كانت الفيديراسيون هنايا كل ولاعه مشات لقدام، كون راه دروكا حنايا المغرب معروف في الاوروب، وكيما بكري راه كان بدا كيتعرف في الاوروب، بدا كيتعرف فيبا ولا كيهضروا على المغرب وهذه وهذه، توقع ذاك المشكل ديال الحمامات ما لاعبينش وداروهم ضاربين. ايوا هذيك الساعه صافي الاوروبيين قال لك في المغرب ما كاينش الحمام، كاين على الشفاره، كاين على الكذابه والنصابه، ولكن راه كان رجال في المغرب مواليع بعقلهم ومواليع ونص، ماشي غير دابا الاخ قادور تيقول لك واحد المثل، حوته كتخن الشواري. واه هذاك هي خصو الناس مساكن اللي كيضربوا باش مسكين يضرب
حمامته هو ما عندوش والله اعلم به حمامته باش ما يبيع بديك 10 منين ولا 5 لواحد اوروبي ولا في بيبا كانوا غيبداو هذا الشيء اللي كان غيبدا ديك الساعه كنلعب في راس هذيك الساعه وسمعت قالك الحمام غادي نشريو من المغرب كان الموالع واعرف المغرب ولكن ملي شافوا هذيك الضربه ما تلاوش بغاو يشريو الحمام وقالك الحمام كله ما كاين الحمام ديال المغرب ما كيضربش هادشي اللي كيقولوا المصداقيه ما كايناش كيقول الحمام ما كيضربش المغرب راه خاوني باقا خاوني قراصه خاوني جلده وكيقول لك ضربني راه الحمام ما ديوش من المغرب هادشي اللي كيهضروا في الاوروب ولكن لا راه كاين مواليع في المغرب الحمد لله كيلعبوا وعندنا مناصه وكاين واحد الاخ كادور كاين واحد الفئه هنا في المغرب في الدار البيضاء وفي الرباط في اكادير في جديده جميع المدن المغربيه كاين الابطال ابطال من العيار ابطال من العيار الثقيل وكاين كما قلتي الجهاز الالكتروني ما عندهمش ضروري ما غاديش تكون شويه ديال العشوائيه لا وجامعه ما كايناش حتى هي زيد اضافه على هذه الهوايه هذه الجامعه انا بغيت ندي حمامي عندي حمام هنايا فوق المستوى بغيت ندير الدربي في فرنسا ما قبلوش ليا قالك لا باقا ديال المغرب ما قبلوهاش ما عندهمش الفيديراسيون دابا باقا ديال المغرب ما تلعبش ما تلعبش في الداخل لا تقدر تلعبها ولكن يخرمني ضربة الراس غادي يبحثوا غايقول لك طم 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 لا غادي ما تخرجش اوكي على زعما واش غير الباق ولا شنو ولا الباقا ديال المغرب ما كاينش فيديراسيون باقا ما كاينش فيديراسيون وباقا ما اوريجستريش عندهم هما كاينش عندهم في الاخر في هذاك الشيء اللي كاين ودروكا كون كانت فيديراسيون كل واحد غادي عنده حمام هنا في المغرب زوين دابا غادي الحمام لبرا هما غرسلوا لا فيديراسيون ماروكان صافي غادي يعطينا كيقول لهم هاد الفيغان هادو واش اوريجستري عندكم واش كاينين يقول لهم كاينين زعما الا كانت لا فيديراسيون يقول لهم كاينين مادام الفيديراسيون ما كايناش الفيغان غير مجهولين دروكا ها انت ما نمشوش بعيد دروكا هذا خطه سافل حمامه برانيه اوروبيه كتجي كطيح ولا كتكون على شي واحد قاها ولا شي حاجه كضرب غير السيري ديالها كتعطيك مولاه علاش حيت مقيده هنايا حمامات ودرات لك مشات عند واحد اخر واخا ضرب السيري ديالها ما كطلعش سميت مولاه ما طلعش ما كطلع تيبغي يفرقوا الدبلومات عاد كطلع ما كاينش تا ملي كتدخل لجوجل بحال هكا كتضرب في هذاك الاخر ديال ما كطلعش ما كطلع لك السميه ديال مولاه علاش فيديراسيون ما كاينش الفيديراسيون ما كاينش الفيديراسيون كيتباع عشوائيين يقدر يكون رقم منو 10 الارقام دروكا شنو هو الفيغان كيخصهم يتباعوا دروكا بحال دروك العصبه كما كيقولوا تكون عندهم لاكارت في الفيغان والفيغان بعث لك انت مثلا 20 خصهم يتقيدوا في 100 بالعداد 10 السيريات هذو راه ديال بالعين ومقيدين فيديراسيون بها ديال بالعين ملي تدخل الاخر جوجل حتى هو السيري هذا كيعطيك بالعيد هو بالعيد وانت الا بغاو العنوان ديال بالعيد والجامعه كتعطيهم العنوان ديال بالعيد كتعطيه السميه ديالك والادريسه ولا النمره التليفون ديالك ديك الساعه صافي اما هذا الشيء انا بعدا كاين بغيت ندي حميمات اللي عامو في الاوروب ما قدرتش منين سولت قالك لا ممنوع تقدر تدخلهم قال لي تخلص عليهم حق الا ضربتي راه ما غتخرجش قال لي ما تخرجش الا ضربتي الراس ولا دوزيهم هذه ما غتخرجش ولكن الا ديتي غادي تفرخ منهم ماشي مشكل تفرخ بهم ما كاينش مشكل ولكن الباك ديما كتسمى باك فرونسيز جاهل اوروبيان ديال المغرب جاهل شي اخويا هما يا خصهم يزيدوا قدام ولا خصها تزيد قدام المغرب دوماج باسكو كاين الموالي اختار من بلجيكا هنايا اختار من هولندا الموالي هنا في المغرب والاخر ولا على اكثر من هولندا اكثر من بلجيكا واكثر من فرنسا وحتى كل جمعيه كتلقى عندها 100 مولوع 50 مولوع هي القليله وتما راه الجمعيه كتلقى عندها 9 10 الموالي 10 الموالي وحتى في المغرب كيطلقوا عدد كبير ديال الحمام 50000 60000 زعما راه رقم قياسي عندنا الحمام عندنا المواليع خصنا نفرحوا كاين المواليع دروك ماشي بحال ليها في الاوروب كيموت واحد ما كيرومبلاسيش واحد اخر انجيهم صافي كيموت صافي الحمام ديالو كيتحيد كيتباع ميزون شير وصافي هذاك صافي تمحى هذاك السيد ما بقاش ما غاديش يرومبلاسيه ولدو ما غاديروش بنتو ما غاترومبلاسيش ما غيرومبلاسيش شي واحد اخر كيبقى هذيك تقلب اما هنايا الحمد لله كاع السطوحه عامري حمام وخصنا نفرحوا كاين المواليع خصنا نفرحوا دونك خصنا فيديراسيون الاخ غادور فيديراسيون ما بغاوش يديروا فيديراسيون ما كاينش الراجل اللي نيا وعارفوه فاش المغاربه ديالنا راه حنا نعرفوهم ونعرفو شي واحد اللي في المستوى ونيه ومعقول غادي يقولوا هذاك اللي بغينا يقول لنا في فيديراسيون ولكن راه ما كاينش ما لقاوش خصو يكون قاري ولا ما يكونش قاري الاخضر خاصو يكون قاري واخا ماشي قاري بعدا كاينه
خصو راه يكون فيه الصح، يكون فيه الصح، يكون ما يكونش فيه داك التخربيق وداك الشيء ويدي ديال الناس وهادي يدخل لها فيديغاسيون ولي هو الرئيس ويبدا يدي داك الشيء. لا هذوك المغاربه ديالنا راه كنعرفوا شي واحد في المغرب هنايا سولفار راه غيدخلوا، ولكن راه شافوا ما كاينش لي سولفار، داكشي علاش ما دخلوا حتى واحد هاد الساعه. سولفار هي زعما اللي غيسلكها، ما كاينش اللي غيسلك. ايوا هادشي اللي غادي نقولوا، والله يسخن الخوت وسمحوا لنا الا قلنا شي كلمه خايبه، سمحوا لنا الخوت. لا انا قلتيها المعقوله والدكادور، داكشي اللي كاين هادشي اللي كنقولوا. حنا باغيين الخير كاع خوتنا المغاربه، وداكشي علاش جينا حنا باش نلعبوا هنايا، علاش ما بقيتش نلعب هيك نمشي نلعب مع خوتي المغاربه، شدي التقاعد ندخل لبلادي. ونهار الاول اللي مشينا تما راه مشينا باش نجمعوا ريالات وندخلوا كما كيقولوا، ندخلوا ما نبقاوش تما صافي بارك الله يجعل بارك. ايوا هادشي اللي كاين ولا راه في الدم، راه ماشي من بكري الاخ قادر. الا مشيتي لفرنسا غدير شاني شجنه تما غدير الاولى؟ لا بغيت ندير شجنه، واشي راه في الدم غندير واحد الشجنه وخا 3 متر وخا ندير 20 ولا 30 حمامه وما نبقاش مليح. الله يجعل البركه صافي. نقولك الصراحه اذا رجعت تما غندير شجنه. الله ديالها مصدعاني قالت لي دير شجنه، كريتي شجان ديال شجنه ديال 4 متر ولا 5 متر تبارك عليك. وهي تعاونك ياك؟ انا نعاونك انا نديرو. هي مسكينه كانت باقي معايا وتقيد في الكتاب، هذا ولد هذا ولد هذا ولد هذا. تبارك الله انا بخير الحمد لله. وغتدي لي عاوتاني الخدمه ياك الاخ قادر؟ غادي ندير لها الخدمه مسكينه واش غادي ندير؟ ولا سهل ربي طحنا في شي ولد الناس، راه حنا غادي نكملوا هنا. راه غتكمل هنا تخليه وتمشي وهادي، ما سهلش ربي راه حنايا راه غادي نحيدوا حميمات وغادي نمشيو. واحد قال لي او هذا باقي ما حيدش حمام كاش مشينا. عرفتي مع من كتهضر اصاحبي حشومه تقول هاد الهضره كاين شي العجينه، اجي حيد لي هاد العجينه. انت اللي كتقول لي بكرجي اخ غاد الناس مع داك الشيء. هنايا عندي لا تريد ديالي باش نعيش الحمد لله، عندي كل شيء ما طابعش فيه. دابا الاخ غادور علاش قال في الفيديو السابق غادي يحيد الحمام؟ الحمام بغى يبيعو الحمام. دابا هو الحمام اللي ما باعوش اش غايدير ليه؟ غايذبحو حشومه. قال الله ما يبيعو يتنفع به ما خسروش هذاك الشيء وما يخسرش هذاك الشيء اللي قال. واحد كومونتير قال لك راسو راه بالعاني كيديرها، قال لك راه بالعاني كيديرها، هو بغى يشيلها ولا بعد راسو ما بغى يحيد الحمام لا ولا بغى يبيع. الحمام عندي انا كله مغربل جايبو من فرنسا، كلشي ديزاس بيجون كلشي الحمد لله مصفي، ما كاش اللي كيما كيقولوا جنب الشجنه. ما عنديش الحمام كله كيضرب كله كيلعب، وجايبو من ليه مع الدبي من ليه حتى لهنا ونخلص عليه بالديوانه، ماشي غنجيب معايا الزبل باش نخلص عليه بالديوانه. لا ما يمكنش وماشي انا كتناول صراحه تبغى نحيد الحمام. والناس اللي خادمه عندي من تيفني ومن العيون هذه سولوهم قول لهم واش جيتي تخيرتي حمامه؟ وقال لك لا هذه ما نخليها. جا كيقول لي بغيتي هذه؟ كنقول له بسم الله ولادها ضاربين، كاين شي وحدين مقازو وداك الشيء ولادهم ضاربين بريات وداك الشيء، كنقول له بسم الله دي. دابا الاخ كادور بغى يخدم بهم ولكن باعهم، هذا هو المشكل ياك. لا ولكن راك عندي حمام اخر 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 بحال الحمام الاخر. عندك ولادهم؟ عندك ولادهم؟ ولادهم عندي وحدين اخرين عتاهم هيا اللي ما لحقش لهم في العقود ديك الشيء، راه دخلتهم هاد العام. دخلت بهم وغنشوفوا العام الجاي اش غايديروا. هذيك الساعه الا ما لعبش مزيان العام الجاي نقولوا راه عنده الزبل. داكشي اللي كان الحمام اللي كان داير باعو، هذا الشيء اللي بقى لي راه غير زبد صافي. هادشي وا كنشكرك اخ كادور، كنشكر عليك بارك الله فيك. هذاك الشيء اللي كاين كما كتشاهدوا معنا الاخوان الاخ كادور الحميمات يلاه يطلقوهم هنا باش ياكلوا من بعد ما دار الفاكسا ودار سميتو. هانتوما الاخوان كما كتشاهدوا معنا اللهم بارك وزد في ذلك. هادو تقريبا هاد الحميمات هادو فاكساهم. دابا واخا كيبان لكم الاخوان الحمام كثير، الحمام راه ما كثيرش، راه 4 شجاني هنا اللي يطلق، غير هو عزلهم في واحد الشجنه باش يفاكسيهم، باش يعزل الحمام اللي تفاكسو اللي باقي ما تفاكساش. دابا من فاكساهم يلاه خرجهم، دابا يلاه كياكلوا، دابا يلاه غادي يفرقوا مع الشجاني ديالهم. والله يسخر الاخوان كما شاهدتوا معنا. الله يبارك فيك اخويا كادور، كما كتشاهدوا معنا الاخوان مباشره من دار الاذاعه والتلفزه المغربيه بعين شوق اللي كتوجهوا في اللوفت ديال البطل الكبير الاخ احمد كادور، بطل عن جمعية ملتقى الأبطال وأيضا داخل العصبة الدربيضة الثقافية، ومحدثكم بالعيد ملتقي الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدربيضة. كشكر جميع الإخوان وجميع الأصدقاء عبر قناة بالعيد ملتقي عبر اليوتيوب. ما عليكم تبارطاجوا الفيديو وتابونوا مع القناة، ديروا جيم الصفحة. بلا ما نطول عليكم الإخوان، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنسلم على الصديق ديال فرنسا، لا
نازي الغنس. وتحية لجميع الأبطال المغاربة اللي كنتوا في المجر. بارك الله عليكم. الله يعاون.